أما هلا وصلنا لختام صباحنا الخاص اليوم بالفصح المجيد مع أجانب الإنساني، أن تزرع الأمل ولو بابتسامة صغيرة هو المعنى الأسمى للإنسانية، لكن ضمن عائلة إيمان ونور التابعة لكنيسة الصليب المقدس جهود تسعى إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر البرامج والأنشطة الداعمة. رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا السيدة جانيت كويتر من فريق التنسيق ضمن عائلة إيمان ونور في كنيسة الصليب المقدس. يسعد صباحك فصح مجيد. فصح مجيد، كل عام وانتم بخير. المسيحة خام مدام شانك. حقا قام. يعني بدنا نتعرف نحن هلا اليوم من حضرتك عن هالعائلة المؤمنة، عائلة إيمان ونور يلي هي خاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نحكي أيضا عن نشأة هيدي العائلة وتفاصيل منك أكيد رح نتعرف عليها. أهلا وسهلا فيكم. عائلة إيمان ونور هي جماعة بقلب الكنيسة بتضم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يلي منهتم فيهم ومنرعاهم. الهدف من لهالجماعة هي إنه على يقين تام إنه كل أخ من هالإخوة الموجودين بإيمان ونور هو شخص سوي بيتمتع بكامل الحقوق، يعني حقوق المحبة والاحترام من كل الأطراف، بالإضافة إلى إيماننا القوي إنه هو بحاجة لرعاية واهتمام وتقديم أي مساعدة روحيا ومعنويا. هلا النشأة تبع إيمان ونور البداية كانت من فرنسا بمدينة لور تحديدا، عن طريق جان فانيه بمدينة لور تحديدا عام 1971. نشر المحبة بهالعالم وانتقلت خلال 40 سنة لكل الدول الغربية والشرقية. وصلت لعنا تحديدا على سوريا عام 1981. وكبرت هالثمرة والبذرة ونحن كعائلة الصليب بلشنا فيها بعام 1991. نعم، بلشت عائلة الصليب. نعم، يعني دائما خليني أقول هيك الخدمة المجتمعية والإنسانية هي خدمة كتير مهمة. دائما دور العبادة بشكل عام إن كانت الكنائس أو المساجد بتتميز بوجود هي الرعاية الخاصة لطبعا رعاياها اللي بتقدمون. خلينا نحكي مين بتضم عائلة إيمان ونور والفئات طبعا اللي بتضمها بين طبعا ذوي الإعاقة وأيضا خليني أقول الراعيين لهم. هلا نحن كعائلة إيمان ونور عنا أول شيء الأب الروحي للعائلة، وبعدين عنا فريق التنسيق يلي هو مسؤول عن تنظيم الاجتماعات، تحديد المواضيع، وعنا بالإضافة الأخوة اللي هن أساس العائلة مع الأهل تبعهم والأصدقاء يلي بيروون. يعني نحن عنا كل أخ من الأخوة، نحن بنسميهم أخوة إلنا. كل أخ عنده صديق بيرافقه بحياته، يعني مو بكل حياته طبعا، مو بكل أياماته، بس بيرافقه بهاللقاءات وبيكون عم بيهتم فيه اهتمام كامل من كل النواحي. فهي العائلة هيك مؤلفة، يعني هي أفرادها، بس كعدد أشخاص مثلا نحن موجودين بالعيلة نحن عنا 12 عيلة منهتم فيهم. في بعض العيال الحقيقة عندهم أكثر من أخ موجود عنده من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم أكثر من أخ، كمان نحن عم نراعيهم ومنهتم فيهم. نعم، يعني ما جاءت هيدا التسمية عن عبث، ولكن إيمان ونور هو إيماننا بالعطاء. تمام. والنور هو دائما يلي نحن منضيئه بقلوب هدول الأشخاص. أكيد. يلي هي فاقدة. أكيد. يمكن جزء من هذا النور، ونحن بدورنا نحن كعائلة إيمان ونور من عالدنيا قديش نشعر أيضا بغبطة. ذكرنا العطاء اليوم أكثر من مرة، وهذا أكيد. المصطلح هو الذي يرتبط بجميع الأعياد. تماما. قديش نشعر بغبطة ونحن عم ندخل لبيوتهم ونضوي لهم هالشمعة. الحقيقة جان فانيه بيقول ليس الحب بالعطاء، يعني بس بالعطاء، بس إنه أنت فرحك تنشري الفرح للأخوة وتنشرينهم المحبة اللي أنت حاملتيها بقلبك. والحقيقة الحقيقة هن بيبادلونا، هن بيعطونا أكثر ما نحن نعطيهم. يعني أنا دائما بقول لهم أنتوا اللي عاملين لنا السعادة بحياتنا، لأنه أنت لما بتقدمي لهم
بحبوكي بدون مقابل، بحبوكي بدون رتوش، بحبوكي بدون أي تكلف، يعني بيعطوكي حب لحياتك ومعنى لوجودك أنت معه. فالحقيقة هن وجودهم بحياتنا سعادة لإلنا أكثر ما نحن نكون سعادة لإلهم. حلو أكيد. يعني يمكن خلال هاي سنوات كمان شفنا كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم قدرات متميزة. أكيد. أنا بحب ناديهم دائما بذوي القدرات الخاصة مو ذوي الاحتياجات، لأنه هن أو ذوي الهمم تماما بيكون عندهم همة، بيكون عندهم روح حلوة، عندهم كثير مميزات. خلينا هيك نحكي شوي عن آلية عملكم ضمن الكنيسة وضمن عائلة طبعا إيمان ونور اللي عم تعمل مع ذوي القدرات الخاصة. هلا نحن اجتماعاتنا أسبوعية، طبعا عم بحكي قبل الكورونا، نحن اجتماعاتنا أسبوعية. بهاللقاء هذا بنحاول نحن نكتشف شو في عنده للأخ كمان من مواهب ننمي له إياها. يعني عندنا بعض الأخوة بيعزفوا، بعض الأخوة عندهم أعمال يدوية، يعني نحن بنحاول نكتشف الزوايا اللي ما منا مضوى عليها كثير بحياتهم، وهذا بيساعدهم على تكملة حياتهم. نعم. وعلى مساعدة أهلهم، يعني حتى أهلهم بجوز لما بيتواجدوا معنا بيكتشفوا فيهم أشياء ما نون مكتشفينها هن بتواجدهم بالبيت. تمام. مدام جانيت، أيضا ذكرتي هلأ من خلال حديثك أنه مو بس نحن، مو عائلة إيمان ونور بتعطي، أيضا بتستمد منهم شغلات. يعني قدي بيعلمونا، أول شيء نشكر ربنا على جميع النعم اللي عطينا. تماماً. قدي بيعلمونا أيضا شغلات يمكن نحن ما منلاحظها خلال حياتنا اليومية أو مسيرة حياتنا اللي منضل نتعلم فيها لحد ما نكبر كتير. يعني شوفي، أول شغلة بيعلمونا إياها هي الحب الحقيقة، لأنه لما نحن كمان برجع بقول لما انقطعنا هلا بفترة الكورونا بتحسيهم إنه بنشوفهم بالطريق، إنه نحن اشتقنا لكم، بتلاقيهم لهفتهم علينا، بدهم يغمرونا، بدهم يبوسونا، بدهم يعبروا عن محبتهم. فهن محبته دائما، محبتهم إلنا بتكون دائما صافية. نعم. هذا اللي بيميزهم للإخوة بإيمان ونور، محبتهم إلنا دائما صافية بدون تبعات، بدون أي شيء، بلا مقابل. طبعا بلا مقابل. أكيد. بختام حديثنا معك بدنا نتشكرك أكيد لك عن جديد. كل عام وأنت بخير، وعاد عليك. معايدة بتحبي توجهيها بختام حديثك؟ أنا بحب وجه المعايدة لكل أفراد، كل فرد بسوريا الحقيقة، لجيشنا، لقائدنا، لكهنتنا اللي بيتعبوا بهالخمسين يوم. نعم. لكل إنسان، لأخوتنا المسيحية والإسلام اللي عندهم عيد الفطر، لكل إنسان بسوريا، وبطلب من الرب يعني ويسوع يمحي هالغيمة. بقى هلا كل العالم صار عنده كورونا، بس نحنا إلنا رزة زيادة إنه نحن طلعنا من الحرب فتنا بكورونا. نعم. فبنطلب من القائم من بين الأموات إنه يمحي هالغمامة السوداء عن شعبنا ونرجع نعيش مثل قبل وأحسن. مدام جانيت شكرا لك، وايضا نحن بدورنا كمان بنتمنى يعني ان شاء الله لعائله ايمان ونور القوه والصحه لتقدر تعطي وطولة العمر. نرجع بنقول المسيح قام. حقا قام. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.